حبابنا متابعينا، من بعد هذا الفاصل مكملين وياكم مشوارنا في سعد، وبعد يا هلا ومرحبا فيكم في فرقتنا الثقافية والجميلة اللي هي المسابقة اللي ما بين فريقين، اللي راح يكون نعطي فيها 20 سؤال 10 بـ10، وبالنهاية راح يكون عندنا فايز واحد، ولكن الكل راح يكون ربحان من ناحيتين، من ناحية المعلومات والثقافة، ومن ناحية الجوائز ناتكم ربحانين. انت عارف على الفريق الأول اسمك؟ الثلاثي عبد العزيز عبد الله العقروقي. واللعب محمد ناصر سعد. محمد ناصر سعد ونعم. عارف عليك اسمك كله؟ كامل. نعم. مشاهد السامع العودي. نعم. منصور أمجد، منصور الإبراهيم. نعم. اختاروا حق اسمكم، اختاروا حق فريقكم اسم. اختاروا حق فريقكم اسم. مختارين حق فريقكم اسم؟ اخترت تشاوروا. اخترتوا؟ شنو؟ يعني عن شنو؟ ها؟ عن شنو؟ اختاروا حق فريقكم اسم. يعني الابطال؟ الابطال. اوكي الابطال اسمكم. حلو؟ ها؟ ساعدني يلا اسمكم فيك. سيف الله يا سلام عليك. تحدينا راح يكون بين فريقين، فريق الابطال وسيف الله، لكن من راح يفوز مصيركم راح نعرف بعد شوي. السؤال الاول حقكم يقول صح ام خطا، العلكه توقف انتاج الدموع لدى الشخص اثناء تقطيع البصل، العلكه من تعلج توقف دموعك لما انت تقطع بصل، تعرف ان لما تقطع بصل دم عيونه صح، لكن تعلجت صح تحرس الموضوع. صح ولا خطأ؟ صح. تشير صح؟ صح. بس تشيرك يمكن وداك إلى الطريق الصحيح، تدري؟ ها؟ تشيرك يوديك حق الطريق الصحيح يمكن. صح. يمكن؟ لا أكيد. أكيد. أكيد وداك هالمرة. لكن المرة القادمة راح يوديك ولا لا؟ الله أعلم. الله أعلم. لكن بالفعل إجابتك صحيحة ووداك حق الطريق الصحيح. حبيب قلبي لك أول نقطة، النقطة الثانية راح تكون لكم إن شاء الله. عيون الرضيع لا تنتج الدموع إلا حين بلوغه من 6 إلى 8 أسابيع، صح أم خطأ؟ خطأ. أثبت؟ أثبت. كان السؤال يقول عيون الرضيع لا تنتج الدموع إلا حين بلوغه من 6 إلى 8 أسابيع، قال لي خطأ، لكن للأسف إجابتك خاطئة. للأسف. أتمنى إن شاء الله أو إن تعوضها مرة القادمة. يقول العلماء بأن كلما زاد معدل الذكاء عند الإنسان كلما قلت أحلامه، صح وخطأ؟ كلما صار الشخص ذكي كلما أحلامه قاعد تقل أكثر. ليش؟ ما تبغى تشير؟ أكيد. يا سلام عليك إجابة صحيحة. ثاني نقطة لهم. كل ما زاد ذكاء الإنسان ما كبر عقله، كل ما زادت أحلامه وزاد معدل الذكاء. يقول لك خطأ لأنها تزيد بزيادة معدل الذكاء. السؤال هذا صح خطأ لكم. يقولك لا تحتوي قدمي الإنسان على قدد العرق، صح أم خطأ؟ لا تحتوي قدم الإنسان على قدد العرق، صح أم خطأ؟ خطأ. ثبت. يقولك إن قدمك ما فيها قدد عرق، ما فيها قدد تفرز العرق، هذا صح أم خطأ؟ خطأ. إيش درك؟ قولي. ليش؟ لأن ريل أكثر شيء يتحرك. أكثر شيء تعلق صح؟ لا تعرق صح؟ أكثر صح صح لا صح. قدمك يعرق ولا لا؟ يعرق. يعني يقولك إن فيها قدد عرق ولا ما فيها؟ العرق في قدد تسوي صح؟ إيه. ها صح ولا خطأ؟ والله خطأ. ليش قلت خطأ؟ والله لأن هي ما تفرز عرق، أعتقد إنه ينزل عرق عليها. فكروا شاوروا. صح يلا صح 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 ثبت
ثبت. يا سلام عليكم، أنا إجابتكم صحيحة وهو خطأ لأنها تحتوي على 250 ألف قدة عرقية، لكن 2-1 والأولوية والتقدم لكم. عندما تنظر لشخص تحبه فإن بؤبؤ العينين يتسعان، بينما يضيقان عندما ترى أو عندما تشوف شخص تكرهه. البؤبؤ النقطة الصغيرة هذه، إذا شفت شخص تحبه النقطة اللي بالعين، النقطة الصغيرة اللي داخل، إذا شفت شخص تحبه تتوسع سبحان الله، وإذا شفت شخص تكرهه تنقلب أو تتسكر. صح أم خطأ؟ صح 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 صح. صح؟ صح. إجابتكم خطأ، لأنه هو خطأ. إذا شاف شخص تحبه ولا تفرح فيه نفس الشيء، نفس الكلام، لا تفرح على أصعب لغات العالم هي اللغة الصينية. صح أم خطأ؟ خطأ. ثبت؟ ثبت. إجابتكم صحيحة، أقولك والأصعب هي لغة أهل إقليم الباسك في إسبانيا. السؤال هذا لكم، طبعاً 2-2. السؤال هذا لكم، الجامعة العربية أقدم تأسيساً من هيئة الأمم المتحدة. الجامعة العربية أقدم تأسيساً، إن سووها قبل يسوون الأمم المتحدة. صح أم خطأ؟ خطأ. يا أمي لا تشير. لا صح 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 مو صح. صح. ها صح ولا خطأ؟ صح. ترى يمكن خربطكم، خربطتم قبل شوي ترانا وروحت عليهم نقطة. لا صح 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 خطأ. صح 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 صح. يا سلام عليكم، وهي أقدم بسبعة أشهر منها. علومة حلوة. في كم هرجو؟ أربعة ثلاثة. للبعوضة أسنان. صح أم خطأ؟ البق او النامس لها اسنان. صح ام خطا؟ خطا. ما لها اسنان؟ ما لها. شلون تسحب الدمع؟ من منقار. ها والله خربت خربتك. لها ولا ما لها؟ ترى يمكن اخربطك. انا اقول لك ما لها. ما لها؟ ما لها. خطا. عدد أسنانها 47 سن، وللأرنب 28، وللفيل 82، وللجبل أو العفو للجمل 34، والكلب 42. إذن البعوضة أكثر أسنان من الأرنب، وأكثر أسنان من الفيل، وأكثر أسنان من الجمل، وأكثر أسنان من الكلب. يقول لي ما عندها أسنان. السؤال هذا لكم، يقولك أكثر حروف أوكي أكثر حروفا في اللغة الكمبودية، وتتكون من 72 حرف. عفو. أكثر لغات حروفا هي اللغة الكمبودية وتتكون من 72 حرف. غلط 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 غلط. ثبت إن شاء الله. إجابتكم خاطئة. صح الإجابة هي صح، بس إن أنتم خطأ. إذن هذا سؤال لكم، فاقت اختراعات توماس أديسون 10,000 اختراع. صح أم خطأ؟ فاقت اختراعات توماس أديسون 10,000 اختراع. صح أو خطأ؟ بسرعة. خطأ. خطأ. أثبت. ثبت. ويا سلام عليك، وإجابتك بالفعل صحيحة، وعدتها بالتحديد 1,033 اختراع. والله وين له وقت هذا يخترع كل هذيلة. إذا انتهت الجولة ثلاثة 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 ثلاثة. صح. بعد الفاصل راح تغير نتيجة وراح تبقى نفس ما هي. تابعونا.